تزايد حده القصف على الطرف الليبي من معبر راس جدير الحدودي، وتونس تتابع عن كثب تطورات الاوضاع. مجلس شورى حركه النهضه يفوض لانصاره وناخبيه اختيار من يرونه الاصلح في سباق الرئاسه. مسيرات حاشده تعم شوارع العاصمه الامريكيه تنديدا بالعنف ضد السود. تزداد نشرة الأخبار من الوطنية الأولى، أهلا بكم. تزداد حدة التوتر على الطرف الليبي من معبر راس جدير الحدودي، وقد أكد مصدر أمني بالمعبر حصول قصف بمناطق بوكماش وبوابة الأمن العام في التراب الليبي على بعد ما بين 19 كيلومترات من المعبر، وهو ما جرى عنه سقوط قتيلين ليبيين في حصيلة أولية. وحسب شهود عيان من التونسيين العائدين لتوهم من ليبيا، فإن القصف كان شديدا حيث استعملت فيه الصواريخ والدبابات، وهو ما جرى عنه سماع دوي هائل بنجردان ومدينة جرجيس، خاصة من جهة الميناء. وعلى الجانب التونسي تبقى درجة الاستعداد والتأهب عائلية من قبل العناصر الأمنية والعسكرية بالمعبر، حيث أكد العقيد مراد المحجوبي آمر الترتيبية الدفاعية بالجنوب الشرقي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن كل الوحدات متمركزة بمواقعها في متابعة دقيقة وعن كثب للوضع دون وجود ما يبعث على الانشغال والقلق. وأكد أن الحدود التونسية محمية بالقدر الكافي ودرجة الجاهزية كبيرة للتصدي لأي طارئ، مضيفا أن التواجد انطلق من النقطة الصفر على الحدود. وتم إثر القصف بالمناطق المتاخمة للحدود التونسية اتخاذ السلطات التونسية لقرار منع التونسيين من التحول إلى الأراضي الليبية كإجراء وقائي من أجل سلامة أرواحهم، فيما شلت الحركة بالمعبر وتكاد تكون منعدمة في الاتجاهين الليبي والتونسي. وينضم إلينا عبر الهاتف مراسلنا خميس بوبطان. خميس، أهلا بك، وما هي آخر التطورات الحاصلة على الطرف الثاني من المعبر الحدودي راس جدير حسب ما توفر لديك من أخبار؟ وبحسب اتصال منذ دقائق فقط مع العقيد مراد المحجوبي وهو الآمر الترتيب الدفاعية للحدود الجنوبية الشرقية التونسية، الحركة المتوقفة تماما في معبر راس جدير الحدودي مع تواجد كل الأسلاك الأمنية العاملة في المعبر من شرطة حدود وديوانة وحماية مدنية وفرقة إسناد صحي والقوات العسكرية المتمركزة على الجانب التونسي من المعبر الحدودي. كما ذكرت منذ قليل النجوى لم يسمح للتونسيين بالمغادرة إلى ليبيا باعتبار الوضع الأمني الدقيق، خاصة في منطقتي بوكماش وزوارة وكذلك الزلطد القريبتين من الحدود التونسية الليبية. بالنسبة للمعبر ما زال مفتوح إداريا وقانونيا مفتوح، بطبيعة الحال الحركة متوقفة، يسمح للليبيين إن أرادوا الدخول بكل حال وإن توجدوا بالدخول إلى الأراضي التونسية، ولكن منذ الساعات الأولى منذ تقريبا الساعة السادسة صباحا من هذا اليوم تجدد القصف على هذه المناطق القريبة من الحدود التونسية. وكما ذكرت تم سماع دوية للانفجارات القوية في معتمديتي جرجيس وكذلك بجردان. ما لاحظناه كذلك هو تواجد الأمني والعسكري الكثيف على مستوى معبر جدير الحدودي مع القيام بدوريات استطلاعية جوية قامت بها طائرة عسكرية تونسية على مستوى الحدود من خلال تمشيط كامل الشريط الحدودي التونسي الليبي سواء البري داخل المنطقة العسكرية العازلة أو كذلك على مستوى الحدود البحرية، باعتبار أن من بين الأهداف التي تم استهدافها ميناء زوارة الليبي، وبطبيعة الحال تم التركيز كذلك على مستوى المراقبة البحرية من خلال ما تقوم به البحرية الوطنية التابعة للجيش الوطني وكذلك قوات الحرس البحري التونسي في مستوى ميناء الكتف ببنجردان وكذلك على طول المياه التونسية والمياه الإقليمية التي تفصل بين تونس وليبيا. نعم، مراسلنا خميس بوبطان حدثنا من تطاوين، شكرا لك.
نجحت الوحدات المختصة للحرس الوطني ووحدات مقاومة الإرهاب خلال عملية أمنية مشتركة ليلة أمس في تفكيك خلية إرهابية وإلقاء القبض على العناصر السبعة المكونة لها، وذلك إثر عمليات مداهمة وتفتيش بمدينة جبلي وأحوازها. وحسب ما أفاد به مصدر أمني، فقد تم نقل العناصر السبعة المنتمين للخلية الإرهابية التي تم تفكيكها إلى العاصمة لاستكمال الأبحاث والتعرف على مدى علاقة هذه الخلية بخلايا أخرى. أكد مجلس شورى حركة النهضة في بيان له بعد اجتماعه مساء أمس تمسك الحركة بما وصفه بمصلحة البلاد ووحدتها الوطنية وبالمساهمة في إنجاح العملية الانتخابية ونزاهتها وشفافيتها، مفوضا أنصار الحركة وناخبيها أن يختاروا من يرونه الأصلح لرئاسة تونس. ودعا المجلس قيادة الحركة إلى البحث عن الصيغ الملائمة لاستثمار نهج التوافق والتشارك الذي سلكته الحركة مع شركائها في المرحلة السابقة حتى لا تسقط البلاد في نهج الإقصاء والاستقطاب الإيديولوجي. وأكد المجلس قناعته بأن حاجة البلاد في المرحلة المقبلة تستدعي بناء قاعدة سياسية واسعة للحكم من خلال حكومة وحدة وطنية، وأوصى قيادة الحركة بمواصلة الحوار مع حماد الجبالي لإقناعه باستئناف نشاطه ودوره في أطر الحركة. في الذكرى 66 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تم بإصفاق 66 ساحة لحقوق الإنسان، وقد أراد محدثها أن تكون رمزاً لنشر ثقافة الدفاع عن حقوق الإنسان. هذه الساحة المقابلة لقصر بلدية باب حرب إصفاقس ستصبح من الآن ساحة حقوق الإنسان بما تحمله التسمية من رمزية. هذه الحديقة اللي ما كانش عندها اسم، حديقة حقوق الإنسان، وهذا تزامن مع الاحتفال بالذكرى 66 للإعلان العام لحقوق الإنسان. يعني البلدية مشكورة، الفرع أيضا مشكور. هذه مشكون مقر متاع تظاهرات ميدانية، احنا تعرفوا عن عديد المحطات، اليوم العالمي للمرأة، اليوم العالمي للطفل، اليوم حقوق الإنسان، تقريبا كامل السنة نجدون نحتفلوا بها. ونتمنى أنه هذا دعوة إلى كافة الفروع وكافة المسؤولين في الجهات على أساس توفير حدائق مماثلة. يعني إبداع كبير في العالم، في العالم جميعا تنظم البلدان والبلديات منها بعض الفضاءات وبعض الساحات أو بعض الحدائق وتهيئها وتطلق عليها اسم حقوق الإنسان. في فرنسا، ثم في ستراسبورغ، حتى بأسماء شخصيات لامعة. الدفاع عن حقوق الإنسان لن يكون مجرد شعار تحمله هذه الساحة، وحسب الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ستمثل هذه الساحة أيضا رمزا لنشر ثقافة الدفاع عن حقوق الإنسان. كل من يناضل جمعية تناظر حقوق الإنسان هذه ساحتها، والأهم من هذا هو نشر ثقافة حقوق الإنسان. حقوق الإنسان ما تبقاش نخبوية، يولي معناها المواطن العادي يعرف حقوقه ويعرف واجباته. رينا أخيرا أنه ثقافة حقوق الإنسان مش متطورة، مش ندوات تقع كان في النزول في الأماكن الصغيرة في البروج العاجية، لا، يلزم على عين المكان مستقبلا. إن شاء الله احنا عندنا فروع في كامل تراب الجمهورية ستكون عندنا ساحة مماثلة. الدفاع عن حقوق الإنسان يأخذ حيزا كبيرا في تونس، وحسب عديد الملاحظين فإن الوقت حان للتفكير في تكثيف المجهودات وتعميمها على أماكن في تونس لا يصل صوتها لهذه المنظمات المدافعة عن الإنسان وحقوقه. في مدينة نفطة من ولاية توزر يشتكي الأهالي من ظروف عيش صعبة بعد تأخر إنجاز المساكن الاجتماعية التي وعدوا بها في إطار البرنامج الخصوصي لإزالة المساكن البدائية وتعويض ساكنيها بمساكن اجتماعية تتوفر على أبسط المرافق الضرورية. ثلاث سنوات مضت وما زالت هذه العائلات تنتظر مسكنا لائقا يأويها. فمنذ سنة 12 و2000 حظيت هذه العائلات العشر في مدينة النفطة من ولاية توزر حظيت بالموافقة على إزالة مساكنها البدائية وتعويضها بمساكن جديدة، ولكن أملها في الحصول على مسكن يأويها لم يجد حتى الساعة إلى أرض الواقع سبيلا. من عام 2012 جو طيحوا خلونا كاكا يجي 6 و7 شهور، بعدين جو حفروا كل خطره يعملوا حاجه، كل خطره اخر شيء هاني شوش خلوا هدا. وباش نعطوا للبنك وباش ندفعوا اشطر معناها الواحد البنك الاسكان، احنا كون جا عندنا رانا بنينا وحدنا اللي عنده 17.5 مليون يبني وحده. برنامج هذا مسمينه ازاله الاكواخ، واحنا مسمينا منتفعين، لكن احنا مضرورين ماناش منتفعين.
ونحمل المسؤولية هذه لإدارة التجهيز والشؤون الاجتماعية ومجلس الولاية لعدم متابعة لإنجاز البرنامج هذه. في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي الذي أقرته الدولة، ستمنح هذه العائلات مساكن جديدة، ولكن أشغال البناء طالت كثيرا لتطول معها معاناتهم. أنا 8 الكل في دار واحدة، عندي لأولادي الكبار شوي بيتوا في دار جدهم، خاطر ما تنسيناش الدار الكل. هو محل أما غير ما أنا غير صالح للسكنة، ما في حد شيء في محل تاع المنا المفيد، هاني حط نقول احنا راسينا والمرأة وذرية. الصورة المعنية قالت إن المشروع لا يتقدم بالمستوى المأمول بسبب عدة صعوبات، منها ما هو مرتبط بالإجراءات الإدارية ومنها ما هو مرتبط بالمقاولين. تحديد سقف مسبق للسعر متر مربع خلى المقاولين كما قلت ما يتقدموش لإنجاز هذا البرنامج. في مواقع أخرى في دقاش مثلا أعلن عن طلب العروض 6 مرات ولم يتقدم مقاول. في نفطة كنا محظوظين إلا تقدمنا مقاول، ولكن لما بدي في الإنجاز اكتشف صعوبة الإنجاز، واكتشف فعلا السعر اللي خذي به المساكن هذه لا يتماشى مع حقيقة الأسعار. ويشمل هذا البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بولاية توزر ترميمة وتوسعة حوالي 342 مسكنا بدائيا بكلفة جملية تقدر ب 6.12 مليون دينار، يهدف لتمكين الفئات الاجتماعية الضعيفة من مساكن تستجيب لأبسط المرافق الضرورية والمواصفات الصحية، هذا على المستوى النظري في انتظار أن تمر سلطة الإشراف إلى المستوى التطبيقي. سوق الربع بجربة حومة السوق هو أحد أشهر وأهم الأسواق بالمنطقة لقيمته التجارية ولخصوصيته العمرانية التي تميزه عن غيره من الأسواق في تونس. في الروبرتاج التالي جولة في هذا السوق وحديث عن تاريخ تشييده وميزاته. سوق الربع بجربة حومة السوق له من الخصائص التي تميزه عن باقي أسواق المدن العربية الإسلامية وحتى عن أسواق تونس من حيث تمركزه داخل المدينة، ويعود ذلك إلى العامل التاريخي. حومة السوق مدينة عربية إسلامية لكنها تختلف عن المدن الإسلامية نظرا لوجود عامل تاريخي هام، وهو أن الذي أسس حومة السوق هم الأباضية، مذهب الأباضية، والأباضية كالمزاب وغيرها يضعون السوق حاجز رابط فاصل ورابط في نفس الوقت بين المجموعة الجماعة الإباضية وبين الزوار الذي يأتون في تجارة، فتقاسموا معهم الفضاء عن طريق وضع الرباع في الوسط. منتوجات هذا السوق تصف بالنظيفة كالمصوغ والنسيج والخياطة والتطريز وغيرها من المنتوجات اليدوية التي تصنع داخل الجزيرة، منتوجات حافظت هي الأخرى على طابعها الحضاري والتاريخي. الصناعات اليدوية الموجودة في الجزيرة ترويجها يقع في هذا المركز بالذات، فالصناعة تتم في ورشات أو في دكاكين أو في مصانع بعيدة، لكن العرض والتسويق هو في قلب المدينة، ومن هنا فهو يمثل منتوج الجهة أحسن تمثيل، ويمثل كذلك الحركة التجارية بحكم أنه المركز الجامع لكل هذه الأنشطة على مستوى الجزيرة ومستوى الضواحي الجزيرة أيضا. لكل مكان تاريخ، وتاريخ سوق الربع بجربة حومة السوق منذ تأسيسه في أواسط القرن 16 من قبل الأتراك، وهو يحافظ على طابعه المعماري والتجاري. إلى مصر الآن، حيث غرق فجر اليوم 13 صيادا وفقد 20 آخرون في حادث تصادم قاربهم بسفينة من خليج السويس على الساحل الغربي لمحافظة جنوب سيناء شرق مصر، وقد تمكنت فرق الإنقاذ من إخراج 11 شخصا، فيما تتواصل عملية البحث عن آخرين بعد الحادث الذي جد في منطقة جبل الزيت بخليج السويس. وحسب مصادر هيئة المواني في البحر الأحمر، فإن سفينة الحاويات التي اصطدمت بالقارب ترفع علم بنما. قال رئيس تحرير صحيفة مقربة من رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح لكولين إن الشرطة التركية داهمت مكاتب الصحيفة اليوم بعد يومين من بدء الرئيس رجب طيب أردوغان حملة جديدة ضد أنصار كولين، وردد حشد عند مكاتب صحيفة زمان لا يمكن إسكات الصحافة الحرة،
في الوقت الذي ألقى فيه أكرم دومالينلي رئيس تحرير الصحيفة كلمة أمام الحشود بثها التلفزيون على الهواء مباشرة متحديا فيها الشرطة بأن تعتقله، ولم يتضح على الفور سبب مداهمة الشرطة لمكاتب الصحيفة أو ما إذا كانت اعتقلت أحدا. مظاهرة حاشدة عدت بالآلاف غطت شوارع العاصمة الأمريكية واشنطن للمطالبة بالعدالة بعد أن أثارت قضايا مقتل عدد من الأشخاص السود على أيدي الشرطة جدلا واسعا في البلاد. اليد في اليد، هكذا خرجوا بيضا وسودا عدوا بالآلاف في مظاهرات في واشنطن مطالبين بالعدلة. شوارع واشنطن ضاقت بهم لتسعهم جميعا تلك المطالب، حقوق مدنية في بلد يدعو إلى نبذ العنصرية والتمسك بالعدالة. وهذه المرة سيكون تجاوب السلطة مع هذه المطالب تحت المحك حسب المحللين السياسيين، خاصة فيما يتعلق بانتهاك الحقوق المدنية للسود من قبل أعوان الأمن هناك. المظاهرات التي أطلق عليها اسم العدالة للجميع أيدتها شخصية بارزة في مجال الحقوق المدنية وعائلات ضحايا من السود، ما أعطاها مزيدا من الشرعية. انظروا إلى آلاف المتظاهرين، سود وبيض، شباب وكهود، هذه هي أمريكا. هذا يوم عظيم وتاريخي، وهذا أمر يتطلب أن نكون دائما متحدين هكذا. الخطب والكلمات التي ألقاها عدد من الحاضرين قاطعتها شعارات المتظاهرين، منها لا عدالة لا سلام، العنصرية مرض والثورة هي الحل، ولا يمكنني التنفس في استعادة للشعار الذي رفعه أحد الضحايا قبل أن يلقى حتفه بعد خنقه من قبل أعوان الأمن في نيويورك. لتتكرر عمليات القتل في حق السود الأمريكيين من أصول مختلفة، كقتل الشاب مايكل براون خلال مشادة كلامية مع رجل أمن في أوت الماضي، والطفل تامي رايز في أوهايو الذي قتل رميا بالرصاص، وأكاي غورلي في نوفمبر في بروكلين بطلق ناري عرضي. لتتواصل هذه الحوادث ضد السود في بلد الحريات وتتغذى المظاهرات وتتعمق المطالب، خاصة مع قرار هيئة المحلفين عدم ملاحقة رجال الشرطة الضالعين في مقتل مايكل براون وإيريك غارنر. بعد أكثر من 10 أيام من الاجتماعات، اتفقت نحو 190 دولة اليوم على البنود الأساسية لاتفاقية مكافحة تغير المناخ العام المقبل، وسط تحذيرات من أن اتخاذ إجراءات أكثر صرامة بكثير سيكون مطلوبا لخفض الانبعاثات المتزايدة للغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري في العالم. بعد أسبوعين من المفاوضات وتمديد بيومين إضافيين عن ميعاد اختتام قمة الأمم المتحدة حول المناخ بعاصمة البيرو ليما بسبب الخلافات بين دول الشمال والجنوب، توصل المؤتمرون في القمة إلى إبرام اتفاق يطلب من الدول تقديم خططها الوطنية لمكافحة الاحتباس الحراري مطلع العام المقبل، لتكون أساس اتفاقية عالمية جديدة من المقرر التوصل إليها خلال قمة ستعقد في باريس نهاية عام 2015. وستوقع الدول على تعهدات خفض ارتفاع حرارة الأرض درجتين مئويتين، اتفاق منتظر يسمح بخفض عالمي لانبعاثات الغازات بنسب تتراوح بين 40 و50% مع بلوغ عام 2050، بما يحتم على الدول تعويض استخدام مصادر الطاقة الأحفورية وفي مقدمتها الفحم الحجري بالاستثمار في مصادر أخرى للطاقة النظيفة. وفي تعليقه على الاتفاق قال وزير البيئة في البيرو مانويل بولغار إن النص المتفق عليه ليس مثاليا، لكنه يحترم مواقف جميع الأطراف ويمثل فوزا للجميع دون استثناء. ويذكر أن الخلافات أثناء القمة التي كانت من المفترض أن تختتم الجمعة المنقضي كانت تدور أساسا حول حرص دول الجنوب على أن تضمن لنفسها مكانا في التكيف مع أثار التغيير المناخي، في حين تدعو الصين والهند إلى إبقاء الوضع بلا تغيير، وهذا ما ترفضه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وقد هدأ هذا النص مخاوف الصين والهند من أن تفرض مسودات سابقة عبئا ثقيلا على الاقتصاديات الناشئة مقارنة بالدول الغنية في إطار مسمى عالمي لمكافحة تغير المناخ.
من ساحل وسط كاليفورنيا انطلق في مهمة سرية قمر صناعي لأغراض عسكرية لمكتب الاستطلاع الوطني، وذلك بعد تأجيلات جراء عاصفة شديدة غمرت الولاية. وحسب الضابط بالقوات الجوية فإن الأطراف المعنية بقاعدة فادنبرغ الجوية عملوا بجد وتفاني لضمان وصول الصاروخ إلى الفضاء رغم رداءة الطقس، لضمان توفير الطاقة الكافية لإطلاق القمر. في أخبار الرياضة، تدور بعد قليل منافسات الدفعة الثانية للجولة 13 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، حيث يستضيف النادي الأفريقي مستقبل جابس ويواجه النجم الساحلي ضيفه الملعب التونسي بأولمبي سوسة. ويحل ترجي العاصمة ضيفا على الملعب الجابسي، ويستقبل النادي الصفاقسي ترجي الجرجيسي، وتستضيف جمعية جربة نجم المتلوي في صراع أسفل الترتيب، فيما تواجه قوافل قفصة النادي البنزرتي. من أخبار الثقافة، وعلى امتداد 3 أيام عاشت مدينة مدنين على وقع الدورة الأولى للمهرجان المغاربي للفيلم الوثائقي العلمي. وقد أتاح هذا المهرجان الذي أشرف على تنظيمه نادي اليونسكو والألكسو بمدنين ومعهد المناطق القاحلة بالاشتراك مع وزارة الثقافة، أتاح لمحبي السينما بالجهة اكتشاف خصوصيات الفيلم الوثائقي العلمي. نسخة أولى لتظاهرة هي الأولى في مدينة مدنين، توزع برنامجها الممتد على 3 أيام بين الورشات الفنية وندوات العلمية والعروض السينمائية لأحدث إنتاجات عدد من المبدعين السينمائيين المختصين في الأفلام الوثائقية العلمية من تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا. المهرجان يتضمن عدة فقرات، منها تكريم الفيلم الفلسطيني ناجي العلي يوم الافتتاح، منها عروض لأفلام 13 فيلم، منها 7 أفلام داخل المسابقة و6 أفلام خارج المسابقة. وأملنا كبير أن يتعزز العمل المغاربي المشترك في مجال الفيلم الوثائقي، لأنه كما تعلمون كان الاهتمام مصب على مجالات أخرى، ولأول مرة يتم التركيز على هذا المجال. في دورته الأولى بدأ المهرجان المغاربي للفيلم الوثائقي العلمي بمدينة مدنين بحسب المختصين المشاركين فيها وفيا لتخصصه ومميزا لإضافته للمشهد الثقافي المغاربي والوطني والجهوي. نظرية التوانسة الفيلم الوثائقي حكاية جوز تحكي على حيوانات، حكاية تحكي على فهمت ألوكو لا لي فما حكاية مسنا من قريب عبر مهرجانات كم هكا، عبر ندوات فنية وأدبية وعلمية كيف من هكا، نحسوا القيمة الفنية والقيمة الجمالية للفيلم الوثائقي. الفيلم الوثائقي اليوم على امتداد العالم العربي وليس فقط على امتداد المغاربي، هو حاجة ضرورة ثقافية وفنية وجمالية وإنسانية. أعتقد مهرجان مغاربي من أجل عرض أفلام وثائقية علمية من خطوة في الاتجاه الصحيح، هي جديدة من السينما الوثائقية العلمية حتى الجمهور يكون على بينة من الأنواع الموجودة والتناول السينمائي لبعض المواضيع. حكايات متعددة وقصص مختلفة تأثث المهرجان في دورته الأولى، وتوج الفائزين فيها بجوائز لأحسن فكرة وأحسن سيناريو وأفضل فيلم. بهذا نصل مشاهدينا إلى ختام النشرة، وإليكم تذكيرا بأبرز عناوينها. تزايد حدة القصف على الطرف الليبي من معبر راس الجير الحدودي، وتونس تتابع عن كثب تطورات الأوضاع. مجلس شورى حركة النهضة يفوض لأنصاره وناخبيه اختيار من يرونه الأصلح في سباق الرئاسة. مسيرات حاشدة تعم شوارع العاصمة الأمريكية تنديدا بالعنف ضد السود. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.